أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يضع رأس الذئب عنده لإخافة الجن بزعمه، هل يعد ساحرا؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات اللي بيأكلون أموال الناس بها، هذا يعتبر من المشعوذين، وهذا صدر فيه فتوى من اللجنة بمنعه وأخذ التعهد على من يفعله أن يتركه، فإن عاد إليه فإنه يتخذ معه إجراء آخر، لأن هذا من الشعوذة. نعم.